أهلا بكم، وهذه التغطية المباشرة لفعاليات المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الأردني بشر خصونة من العاصمة الأردنية عمان، وذلك على هامش أعمال الدورة 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين. ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة الأردنية عمان على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. وذلك عقب ذلك توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى مقر مجلس الوزراء الأردني، وذلك لبدء أعمال الدورة. وتتناول أعمال الدورة عددا من الملفات، من بينها زيادة التبادل التجاري وتسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق، فضلا عن التعاون في مجالات الإسكان والكهرباء والموارد المائية وغيرها من المجالات. ومن المنتظر أن يتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومعنا عبر الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، كيف ترى زيارة رئيس الوزراء إلى الأردن وجهود التعاون بين مصر والأردن؟ في غاية الأهمية، بين بلدين شقيقين أسس معا أهم منظمة إقليمية وأقدم منظمة إقليمية في العالم، وهي جامعة الدول العربية، وتشارك في الدفاع عن القضية الفلسطينية حربا وسلما، وأول بلدين يقيمان علاقة سلام مع إسرائيل، فهما الأقدر على الحديث حول التسوية السلمية بين فلسطين وبين إسرائيل. ثم واضح من الصورة أن معالي دولة رئيس الوزراء بجواره وزيري الكهرباء والبترول، يبقى إذا نحن سنتحدث في الطاقة وتوصيل الشبكة الكهربائية العربية من بغداد إلى الرباط، مرورا طبعا بالأردن ومصر. وفي هذا اهتمام مصر يأتي أننا أصبحنا مركز تجارة الطاقة في المنطقة. حدث أخيرا إنشاء منتدى شرق البحر المتوسط للغاز والطاقة، الأردن عضو فيه، وبالتالي هذا مجال نتكلم فيه أيضا. أيضا في مجال التجارة شاهدنا وجود معالي وزيرة التجارة، نسعى لزيادة التجارة، خصوصا وأن لدينا جالية مصرية معتبرة ومحل استقبال جيد في الأردن. الأردن ومصر أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أعضاء أيضا في المسيرة الأوروبية المتوسطية واتفاقات المشاركة التي نبع عنها اتفاق أغادير للتجارة الذي يضم الأردن ومصر وتونس والمغرب. ثم نحاول أن نعمق من هذا، لأن قرب البلدين يسمح حتى بالسياحة، لأن المسافة بين مصر والأردن عن طريق طابة لا تزيد عن بضعة كيلومترات قليلة. مجالات عديدة نتكلم فيها دون شك، ويمكن أن نتوسع فيها كلما بحثنا هذا الأمر. سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكر شكرا جزيلا على وجودك معنا هاتفيا. وطبعا بالفعل اللجان العليا هي بتعتبر من إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة في مجال الاقتصادي والتجاري على مستوى البلدين. وللمزيد ينضم إلينا على الهواء مباشرة أحمد أبو الحسن، مراسل التلفزيون المصري. أحمد، بعد التحية، ماذا عن تفاصيل الزيارة لديك والأجواء في عمان؟
تحياتي لك يا زميلتي دينا وللسادة المشاهدين من العاصمة الأردنية عمان. بالفعل وصل السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صباح اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اللجنة العليا المصرية المشتركة المصرية الأردنية المشتركة. بالتأكيد هناك العديد من الملفات سوف يتم عرضها طرحها خلال هذه اللجنة خلال المشاركة في هذه اللجنة. الوفد المرافق للسيد رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى يضم عدد كبير من السادة الوزراء المصريين. هنا بدأ الاستقبال باستقبال وترحيب وحفاوة قوية في الاستقبال هنا في العاصمة الأردنية. كان هناك أيضا في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور بشر الخصاون رئيس وزراء الأردن. هناك أيضا العديد من السادة الوزراء والمسؤولين كانوا في استقباله وتم عزف السلام الوطني لكلا البلدين. بعد ذلك بدأت جلسة المباحثات الثنائية تلتها بل جلسة مباحثات أخرى موسعة على هامش اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. هناك تم طرح العديد من الملفات التي يعني تبدأ في عرض سبل التعاون المشترك بين مصر والأردن في المجالات المختلفة. يأتي على رأس هذه المجالات مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وهناك من المتوقع أن يكون توقيع عدد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات بين مصر والأردن على هامش اجتماع هذه اللجنة. هناك أيضا تعاون مشترك في مجال التجارة، هناك تعاون مشترك في مجال الموارد المائية. ولكن الملف الأهم الذي يعني يرحب به أو ترحب به الدولتان هو الملف الخاص بزيادة التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير والذي تسعى إليه مصر والأردن. هناك أيضا جلسة مباحثات كانت لكل وزير مصري مع نظير الأردني حول سبل التعاون المختلفة في كل وزارة على حدها في المجال المخصص سواء كانت وزارة الزراعة أو التموين وغيرها. نذكر أن عدد السادة الوزراء الذين رافقوا السيد رئيس الوزراء في خلال هذه اللجنة السادة وزراء الصحة والتموين والتجارة والنقل والإسكان وأيضا وزراء البترول والاتصالات والكهرباء. هناك عدد كبير من المسؤولين المعنيين خلال هذه اللجنة للمشاركة في هذه اللجنة المصرية الأردنية المشتركة. يعني نستطيع أن نقول أن سبل التعاون المشترك بين البلدين لم تكن وليدة اليوم فقط، ولكنها جاءت نتيجة إعدادات تحضيرية لكلا الدولتين قبل عقد هذه اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. حتى نستطيع أن نقول أن السيد رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية خلال الفترة السابقة وخلال الأيام القليلة السابقة عقد عددا كبيرا من اللقاءات مع السادة والوزراء المعنيين والسيدة وزيرة التعاون الدولي والزراعة والصناعة وغيرها من السادة الوزراء المعنيين لبحث سبل التعاون في الملفات التي سوف تتم مناقشتها اليوم خلال اجتماع اللجنة المصرية الأردنية المشتركة. بالفعل ملفات هامة تتصدر اهتمامات الدولتين مع الاحتفاظ بالحفاظ على الأمن القومي للبلدين. يعني خلال هذه اللجان وخلال هذه المباحثات الثنائية والمباحثات الموسعة بالتأكيد كان هناك توافق كبير في الرؤى بين البلدين للتعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والدولتين. كما ذكرت أحمد أن هناك مصر عدد والأردن يعني كما ذكرت أن هناك عدد من الملفات الهامة جدا تم التباحث خلالها خلال اللجنة الموسعة، وهي من أهمها طبعا الخاصة بالطاقة وكمان الكهرباء وعدد كبير من المشروعات. ماذا لديك في أهم هذه الملفات من اتفاقيات من المتوقع أن يتم عرضها اليوم أو يتم توقيعها اليوم؟ بالتأكيد هناك يعني من المتوقع أن يتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات وخاصة في مجال الكهرباء والربط الكهربائي وأيضا مجالات أخرى. ولكن يعني بنود هذه الملفات لم تتضح حتى هذه اللحظة، ولكن تم الاتفاق عليها وسوف يعني سوف تكون نتائجها خلال هذه الساعات القليلة القادمة إن شاء الله، وسوف نوليكم بأهم التفاصيل عن هذه الاتفاقيات التي سوف يتم توقيعها هنا في العاصمة الأردنية عمان بين الحكومة المصرية والحكومة الأردنية. ولكن بالتأكيد هناك اتفاقيات وهناك بروتوكولات تعاون في إطار سبل التعاون المشترك بين البلدين. مصر والأردن تريدان أن تصبح يعني نموذجا يحتذى به في العمل العربي المشترك
في الدولتين من خلال يعني التعاون في المجالات المختلفة وفتح مجالات كثيرة للاستثمار. هناك استثمارات واعدة بين في البلدين، ومصر والأردن تريدان أن يعني أن يتم الاستغلال وهذه الفرص الواعدة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين وعلى الدولتين مصر والأردن. ولكن في هذه اللحظة السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي توجه منذ قليل للقاء السيد لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مالك المملكة الأردنية الهاشمية، وبعد ذلك من المتوقع أن يكون عقد مؤتمر صحفي بين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصونة. سوف يتم من خلال هذا المؤتمر الإعلان أو الإعلان عن أهم ما جاء في هذه اللجنة وأهم ما توصلت إليه اللجنة من اتفاقيات سواء في سبل التعاون المشترك الاقتصادي أو غيرها من المجالات الأخرى بما يخدم الدولتين الشقيقتين. أحمد أبو الحسن مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. وعودة مرة أخرى إلى السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، بعد التحية مرة أخرى سيادة السفير، نحب نعرف من حضرتك أكيد أود أن أعلم كيف أن يكون هذه اللجان العليا هي بتكون بوابة لفتح آفاق جديدة في التعاون بين مصر والدول الشقيقة وخاصة الأردن على مدار 29 عام، وهذه هي الدورة 29 لجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن. نتائج كثيرة جدا، عدد كبير من البروتوكولات تم توقيعها على مدار هذه الأعوام، 147 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون. كيف ترى ذلك في القادم في المستقبل؟ هل التعاون هيوصل إلى أي مدى من الاستثمار التجاري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين؟ طبعا هذا هو المتصور من بلدين شقيقين وقاربين في الحدود بالشكل الحادث، وبالطبع سوف نرى المزيد والمزيد. ثم كما أشرنا في المداخلة السابقة أن بيننا اتفاقات تجارية كثيرة، أيضا مسار لم نتحدث عنه وهو الرباعية التي كانت تضم مصر والأردن والعراق واليمن في وقت الرئيس مبارك والرئيس السابق صدام حسين، تفككت نتيجة غزو العراق للكويت. أعدنا هذا النموذج من النشاط، نشاط مثلثي بين مصر والعراق والأردن. إذن لدينا كثير من المؤسسات التي تربط البلدين، ولهذا نتصور أن كما نقول في الدبلوماسية السماء هي الحدود، لا حدود لتطور العلاقات المصرية الأردنية في مجالات عديدة. وكما قلت إذا نظرت للصورة التي تفضلتم بنشرها الآن، يكاد يكون ثلث مجلس وزراء مصر مجتمع الأستاذة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لأن التعاون الدولي طبعا هي الوزارة المنوطة بهذه اللجنة، هي سكرتارية هذه اللجنة وهي المنوطة أيضا بمسائل الترويج للمشروعات المشتركة وتبادل المعلومات. شاهدنا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. إذا كما قلنا سوف يكون هناك مزيد من النشاط في مادة التيار الكهربائي إلى الأردن، والكل يمكن ليس منا كثيرون لا يعلموا أننا نزود غزة بالكهرباء ونزود بيروت بعد أن ضربها الإسرائيليون في عام 2006، بيروت تضاء من القاهرة، لأن سيكون لدينا حالا فائض في الكهرباء نتيجة ربط الكهرباء بيننا وبين الدول العربية، ثم الربط بيننا وبين دول جنوب مصر في السودان في الكونغو في تنزانيا، وإن شاء الله عندما ننجح مع إثيوبيا سوف يكون سد إثيوبيا مصدرا للكهرباء لدينا. مجال العمالة، أرى أن العمالة مهمة جدا. لدينا كما قلنا آلاف المصريين يعملون في الأردن، وما شاء الله الأردن يعتبر نهضة نهضة كبيرة، لأن مصر شاركت في الانتهاء من بقايا الاستعمار البريطاني في الأردن منذ أيام الرئيس جمال عبد الناصر ورحمة الله عليه وعلى جلالة الملك حسين. ثم نشير للبعد الفلسطيني في سياسة البلدين، هذا لابد أن يكون هناك تنسيق كامل. أرى على الشاشة الآن وزيرة الصحة، إذا سوف نتكلم عن وباء الكورونا الذي أصاب العالم كله من الناحيتين، من ناحية أنه وباء ومن ناحية الآثار الاقتصادية. وأقول شيء أنا سعيد به بالنسبة لمصر، أن كثير من الدول تستفيد بتجربة مصر سواء في مكافحة الكورونا، ونحن من أقل الدول
إصابة به، أو قدرة مصر الاقتصادية على أن تقابل الآثار الاقتصادية لهذا المرض الحمد لله أكثر من أي دولة أخرى في العالم، قلة من الدول التي استطاعت أن تواجه هذا المرض بكفاءة في بالذات في الآثار الاقتصادية، لأننا مارسنا برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ فترة. أرى في الصورة وزير الاتصالات أيضا، ومطلوب طبعا أن تكون الاتصالات أفضل وأفضل، حتى صرنا الآن نقيم مؤتمرات افتراضية بالفيديو وما إلى ذلك. فإذا الاتصالات شأن مهم يروج للتجارة، يروج لتبادل المعلوماتية. الأجندة يعني كبيرة، وكنت أود أن يذكر أسماء السادة الوزراء تحديدا، لأن طبعا كل وزير أراه الآن أمامي يوحي إلينا على الفور بالمجال الذي سوف يضاف إلى الأنشطة الكثيرة. وطبعا 29 سنة من اجتماعات هذه اللجنة الآن تنشط، لأن لدينا أيضا اجتماعات القمة. جلالة الملك عبد الله استضاف رئيسنا كثيرا في عمان، واستضفناه في القاهرة. دبلوماسية القمة ودبلوماسية هذه اللجان على المستوى الوزاري تؤدي إلى اتخاذ قرارات فورية وتزيل أي عوائق أمام مزيد ومزيد من التطور بين البلدين، بل بينهما وبين المحيط المباشر وهو محيط الأمة العربية والدول العربية. سيادة السفير، لو هنتكلم أكثر تحديدا عن جائحة كورونا، ويمكن أشرت حضرتك وجود وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد في الوفد رفيع المستوى الذي يرافق رئيس الوزراء اليوم، شايف التعاون أو من وجهة نظرك كيف يكون التعاون المصري الأردني في مواجهة جائحة كورونا على مستوى الصحة ولقاحات وما يتناوله العالم كله من كيفية الإجراءات الاحترازية، تجربة مصر في الحفاظ على أو نحن نعدي بجائحة كورونا، ده تجربة فريدة جدا في الفترة اللي فاتت، وكمان يمكن الرئيس نوه عن أن هناك موجة ثالثة يعني بدأنا فيها من مواجهة كورونا، شايف حضرتك التعاون هيكون إزاي ما بين البلدين؟ بإذن الله نتخطى الموجة الثالثة، وطبعا لدينا خبرة كبيرة من الرقابة على الحدود، الرقابة على المطارات، كيف نقوم بالكشف المباشر على كل الذين يتحركون خارج الحدود وقادمين من خارج الحدود، بحيث أن هذه الخبرة واضح أنها آتت نتائج جيدة في مصر. لكن أيضا مهم بنفس الدرجة مسألة الآثار الاقتصادية، لأن الحمد لله قطاعنا الاقتصادي المصرفي هناك فوائد مالية ما زالت موجودة لدى بنوكنا المركزية بحيث نمول أي مشروعات نرغبها. وطبعا نحن نشجع الآن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نريد أن نشجع المصدر الصغير على أن يصدر إلى الأردن وأن يستورد من الأردن، مستغلا أن الحدود الجمركية أزيلت بين مصر والأردن منذ سنوات. لا توجد رسوم جمركية على التعامل بين مصر والأردن، وبعض الناس لا يعرفون ذلك. نريد أن نروج لهذه المعلومات حتى نشجع مصدرين ومنتجين على أن يصدروا، بل يستغلوا السوق الأردني للقفز على أسواق أخرى، لأن الأردن دولة تتوسط بين سوريا ولبنان والعراق وفلسطين، كلها مجالات كثيرة يجب أن نركز عليها ولا حدود لها كما قلت. طيب بالنسبة لملف الربط الكهربائي يا فندم ما بين مصر والأردن والمشاركة للعراق في هذا الملف، شايف حضرتك تطور هذا الأمر وكيف نصل إلى ربط كهربائي جيد جدا ما بين مصر والأردن والعراق؟ هو الحقيقة الفكرة طيبة، ورحم الله الوزير ماهر أباظة أبو هذا المشروع منذ عشرات السنين. الفكرة أننا نستخدم فارق التوقيت فنحصل على 6 ساعات كهرباء مجانية. كيف؟ العراق عندما تطفئ الأنوار فيه في الساعة منتصف الليل تكون الساعة في القاهرة ما زالت 10 قمة الاستهلاك، فنأخذ كهرباء العراق والأردن نستخدمه في القاهرة، وعندما نطفئ أنوارنا في منتصف الليل تكون الساعة 10 في المغرب فيأخذ كهرباءنا. إذا ولدنا 6 ساعات من الكهرباء دون أن نشتري أو ندفع تكلفة رأسمالية في هذا المجال. ثم سنمد إلى الجنوب كما قلنا مع الكونغو وتنزانيا والسودان، وإن شاء الله سد النهضة في إثيوبيا، ربنا يهدي الحال مع إثيوبيا، وسنصل في النهاية إلى مركز لتجارة الطاقة سواء كهرباء أو غاز أو بترول، مقره إن شاء الله القاهرة.
جهود لتعزيز العلاقات التعاون بين البلدين، وخاصة كمان في مناقشة بعض القضايا والأزمات في المنطقة العربية ككل، منها القضية الفلسطينية وأيضا الأزمة الليبية، كيف ترى ذلك؟ بالطبع نحن نريد بأقصى درجات التنسيق بين مصر والأردن والبلدان التي الحمد لله مستقرة تحت وحدة وطنية وحكومة وطنية، وهذا نستمتع به في مصر. للأسف الشديد سوريا، لبنان، ليبيا، اليمن كلها انقسمت إلى قبائل، وكل قبيلة للأسف استقوت بقوة خارجية، فصار لدينا جيوش من أمريكا ومن فرنسا ومن روسيا ومن تركيا تحتل شمال سوريا وشمال العراق، وتحتل أجزاء من ليبيا بالمرتزقة، 20,000 مرتزق جاءت بهم تركيا إلى هذه المنطقة. لابد من التنسيق بين الدول الواقفة على قدميها مثل مصر والأردن، وكلانا كلا البلدين يعني ممثل تمثيلا جيدا في كل العواصم العربية، ويستطيع أن يكون محضر خير، قدرة على مساندة القوى الوطنية المختلفة. نعتز أن القاهرة تستضيف كل أطياف النزاع، سواء عندما جاءوا إلينا الليبيين ووصلنا إلى اتفاق وحدة وطنية ليبي، منذ يومين أيضا حماس في فلسطين وجبهة التحرير الفلسطينية جلس واتفق على إجراء انتخابات. نأمل أن نقوم بنفس التأثير بالتعاون بين مصر والأردن والدول العربية الرائدة لتهدئة الحال، سواء في سوريا في أقصى الشمال أو في اليمن في أقصى الجنوب. وهذا مجهود جبار نهني عليه الدبلوماسية ودبلوماسية الرئاسة المصرية تحديدا. ما هي توقعاتك لاجتماعات اليوم، وما هي النتائج المتوقعة لذلك؟ إن شاء الله سنرى نتيجة هذا في صورة مزيد من الصادرات، مزيد من الربط في القوة، مزيد من أنشطة منظمة الطاقة التي تستضيفها القاهرة كمقر لها والأردن عضو فيها ودول كثيرة تسعى للانضمام إليها، مزيد من التبادل التجاري، مزيد من حركة الأفراد. وطبعا حركة الأفراد في هذه الأيام مع الجائحة صعب، لكن بخبرتنا نستطيع فعلا أولادنا الذين يعملون في الأردن يكونون على صلة طيبة بنا. أذكر هنا أن مصر لديها 11 مليون مصري يعيشون في الخارج، نصفهم في البلدان العربية، وهذا مصدر من أهم مصادر العملات الصعبة للمصريين في الخارج، وكل هؤلاء لديهم قدرة على الاستثمار سواء في بلدهم أو في الخارج. صحيح. أريد أن أقول لك رقم صادم يعلنه صندوق النقد الدولي، أن المصريين في الخارج يستثمرون ب 160 مليار دولار في الخارج. نريد أن نحظى ببعض هذه الاستثمارات في بلداننا، ولدينا جاليات محترمة في الدول العربية ومنها الأردن بالتأكيد. كل هذه عناوين يمكن المضي فيها قدما بأقصى درجات السرعة بما يفيد مصر وكل الدول العربية الشقيقة. من وجهة نظر حضرتك شايف يعني من الممكن أن يكون هناك فتح آفاق جديدة للتعاون ما بين مصر والأردن، مش على مجال الاقتصادي فقط ولكن ممكن في مجال التربية والتعليم، ذكرنا الصحة، السياحة، والإسكان، طبعا في مجالات الطاقة والكهرباء، لكن غيرها من عدة من المجالات، كيف يتم فتح هذه الآفاق؟ هو من قديم الزمان مصر وجامعاتها، سواء جامعة القاهرة في القديم أو جامعة الإسكندرية التي أنتمي إليها، كان لنا أصدقاء أردنيون ويعيشوا بيننا. والميزة الصارخة في العالم العربي هو أننا كلنا 22 دولة نتحدث نفس اللغة. إذن التعاون في مجال اللغة والتعليم ومجال الدعوة الإسلامية أيضا والفكر الإسلامي الرصين الرشيد، كل هذه مجالات يجري التعاون فيها. أنا أذكر أيام التعاون المصري الأردني العراقي، عقدنا اتفاق في كل المجالات حتى في مسألة الدعوة الإسلامية وترشيد الفكر الإسلامي في البلدان كلها، بالتعاون بين الأزهر الشريف الذي هو منارة الإسلام في المنطقة أو وزارات الأوقاف في هذه البلدان. ثم التعليم، طبعا لدينا كم من المدرسين وأساتذة في الجامعات منتشرين في كل البلدان العربية وفي الأردن تحديدا، نتوقع أن يزداد هذا
المجال أيضا اتساعا ويزداد استخدام الطاقة المصرية في هذه الأمور. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك. مستمرون مع حضراتكم في التغطية المباشرة لفعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وهناك أكثر من الرجال اللجان المشتركة انتظاما في الانعقاد منذ انطلاقها في عام 1985 لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات. حتى الآن تم توقيع 147 بروتوكولا واتفاقية وثيقة تعاون في مختلف من المجالات. التعاون المشترك انعكست بشكل كبير جدا على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين. علاقات استراتيجية راسخة بين مصر والأردن عززتها اللجنة العليا المشتركة للبلدين، وهي أكثر اللجان المشتركة انتظاماً في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985 لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين البلدين. تم عقد 28 دورة على مدار 4 عقود نتج عنها توقيع 147 بروتوكولاً واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين. كما انبثق عن هذه اللجنة عدد من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة. وانعكست نتائج اللجان العليا المصرية الأردنية المشتركة على مؤشرات الأداء الاقتصادي للبلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال أول 9 أشهر من العام الماضي نحو 514 مليون دولار، كما تأتي الأردن في المركز 24 بين الدول الأكثر استثماراً في مصر من خلال نشاط 2274 شركة حتى نهاية ديسمبر 2019، وتتركز الاستثمارات الأردنية في قطاعات الصناعة والخدمات، ثم القطاع الإنشائي والزراعي والسياحي. وتشهد أعمال اللجنة العليا في دورتها 29 تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجالات متعددة، من أبرزها قطاعات الطاقة والتبادل الكهربائي والصناعة والتجارة والاستثمار. شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن خلال الفترة الأخيرة نمواً كبيراً، إذ يرتبط البلدان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة. العلاقات المصرية الأردنية تحظى بأهمية خاصة في ظل العلاقة الراسخة والاستراتيجية التي تعكسها المصالح المشتركة بين البلدين، سواء على الصعيدين الاقتصادي والسياسي أو ما يتعلق بالقضايا الإقليمية. استراتيجية العلاقات بين مصر والأردن عكسها مستوى الزيارات المتبادلة بين البلدين، ففي يناير الماضي كانت الزيارة الهامة للرئيس السيسي للعاصمة الأردنية، حيث عقد مباحثات مع العاهل الأردني تناولت تطورات القضية الفلسطينية ومجمل الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن مواجهة الهجرة غير الشرعية. كما كان للعلاقات الاقتصادية أيضا نصيب هام خلال زيارة الرئيس السيسي، حيث عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الأردني استعرضا خلاله تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري. تعزيز العمل العربي المشترك أيضا يحظى بأهمية خاصة في العلاقات بين مصر والأردن، عكستها زيارة استثنائية للرئيس السيسي إلى عمان في أغسطس من عام 2020، حيث أجرى مع العاهل الأردني مباحثات بشأن الأوضاع الإقليمية، وهي المباحثات التي حضرها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وتناولت العمل العربي المشترك ومكافحة الإرهاب في المنطقة. العلاقات بين مصر والأردن تشهد زخماً كبيراً، حيث تصدرت قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لقاءات الرئيس السيسي مع نظيره الأردني في القاهرة. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة الماضية نمواً كبيراً، إذ يرتبط بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية، منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والمعروفة باسم منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي.
كانت هذه تغطية مباشرة لوصول رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة الأردنية عمان على هامش أعمال الدورة 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وذلك برئاسة رئيسي وزراء البلدين. إلى اللقاء.